على مهلك يا دناي. زمان الغندورة وعريس الغفلة والباب بلا قفلة نازلين دلوقتي يا حبيبتي. أنا هاكل يا ماما، مش هستنى حد، أنا عندي معاد دكتور بعد كده. كل يا حبيبتي وتهاني، البيت بيتك ومطرحك. إيه ده؟ هو الأكل النهاردة ورق عنب؟ الحق يا ماما، ده هيبتدي الحرب بدري. الواد وحيد مصور شهادة ميلاده وبطاقته وحاططهم لسيد في طبق الأكل بتاعه. طب والورق جه هنا إزاي؟ هما مش مطرودين؟ وإحنا مالنا يا ماما، سيبي كل حاجة زي ما هي. نفسي أشوف سيد لما ينزل ويلاقي الورقة في طبقه هيعمل إيه. بس جو الفيلا هنا يجنن يا حبيبي، أنا مش عارف إحنا إيه اللي مقعدنا هناك، ما نقعد هنا على طول. خلاص حياتي لو عاجبك اقعدي زي ما أنت عايزة، ما هو بيتك برضه. إيه ده، أمال فين يوسف؟ شوفها أي حاجة، أنا جنبك أهو، أنا جنبك، أقول لزيك كلمتين بس. كلمته وتعالى، خدي راحتك وعملي اللي أنت عايزاه، ده بيتك برضه. ولا ايه دلال؟ بيتها يا حاج لما يكون ما عندهاش فيلا بتدفع لها من دم قلبك كل شهر قد كده. وبعدين بقى انت بتدفعي حاجه من معاك يعني؟ انت ملفظك مالها، الملفظ سعد. هو ايه ده؟ ايه في ايه؟ موزعين ورق ولا ايه؟ شفت يوسف؟ هستأذن انا يا حاج بقى. استأذني ايه، مش هتاكلي معانا؟ انا عندي مشوار صغير هخلصه واجيلك على طول. يلا ربنا معاك. الله 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 الله، ده كلام كبير قوي يا حاج. ايه يا دلال؟ مين اللي جاب الورق الكلام الفارغ ده هنا؟ علم علمك يا حاج، اهدى مش كده. ده بنت ايه الزفت ده؟ انا عندي ميعاد مع الدكتور. سلام. يلا بالسلامة انت كمان. لا اله الا الله. مين النيلة اللي عملت كده؟ بقول لك ايه يا ام دلال؟ نعم. حتتين الغسيل اللي فوق دول مش عايزة ترجعي ايام الطشت الحلوة. الله يسامحك يا اخوي، الله يسامحك. معلش يا ام دلال، معلش. سلام. انت شفت ايه اللي مكتوب ده وايه اللي جايبه عندي؟ ايه حصلت يا حاج؟ يقول لغايه هنا ومحطوط لي في الحاجة. يا اهلي يا جيراني، انا عايز اخدكم في حضاني. ازيك يا حاج؟ يا ريتنا كنا افتكرنا مليون دولار يا حاج. انت ايه زفت الورق اللي مالي بالبيت ده؟ حبيت اعرفكم بوحيد الجديد، ودي صوره من شهاده الميلاد والبطاقه باسم وحيد سيد الدقاق. بس خسارة، نسيت اصور جواز السفر. سيد الدقاق؟ انت فاكر لما هتقول كده تبقى ابني؟ لا، ده بعيد عن اللي انت بتفكر فيه. انت مش ابني، انا بقولك اهو، وانا مش معترف بيك. جاتك نيلة وادي الورقة بتاعتك. انا ابنك يا حاج، والله العظيم ابنك، زي ما كمان ابنك وإيهاب ابنك وسمر ويوسف. على فكرة وحيد طلع أصيل، مرضاش يرفع عليك قضية يجبرك فيها إنك تصرف عليه وتوفر له سكن، وفضل إن هو يتكلم معاك بحب وبشكل ودي. كمان قضية؟ وبعدين أنت مال أهلك؟ أنت مال أهلك يا أنت؟ أنت أنا مش عايزك هنا ومش عايزكم كلكم. أنتوا هنا ليه؟ ما أنا طلبتكم. اتنقلوا خرجوا من بيتي، ده مش بيتكو، ده بيتي انا. ولا انتوا جبلات ولا ايه؟ لا مش جبلات يا حاج، ده بيتنا احنا، واحنا رجعنا بيتنا ده وهنقعد فيه، ومش هنمشي مهما تجيب لنا بلطجيه. بلطجيه؟ انت بتقول انا بجيب بلطجيه؟ طب انا هجيب اللي اجيبه، ده بيتي وانا حر فيه. بالهداوه بالهداوه يا حاج بالهداوه، اخواننا مش كده، الله، عايزين نقعد كده بالهداوه نتكلم مع بعضينا. هداوه ايه؟ العالم دي ما بتجيش غير بالسك في الدماغ. بس انا عن نفسي هفضل قاعد هنا لو اتسكت على قفايا لحد الصبح. انا قتيلك يا سيد دقاق، قصدي يا بابا. بابا جاك بوا ما يشتعك، انا مش طايق الواد ده، جاتك نيله فيك وفي امك. بس يا حاج، ام الله يرحمها دي يا حاج كانت مراتك في يوم من الايام، وما يصحش تشتمها وتتكلم عنها بالمنظر ده، لان الكلام ده لو سمعوه الحريم بتوعك هيزعلوا، لان ده معناه انك هتهنهم في يوم من الايام. ولا بطل البرود اللي انت فيه ده، والا اقسم بالله العظيم هتغابى عليك. طب اتغابى بسرعه يا حاج الله يخليك، عشان مش فاضي، عايز الحق اطلع فوق اوضب اوضه كده. خلينا بقى نعوض ايام الحرمان اللي عشنا فيها يا حاج. شوف الزفت. بس يا حاج، ده عايز كمان يعيش جوه البيت وفوق. يا حاج اهدى بس يا حاج. بقول لك ايه، انا ما قعدتش طايق نفسي ومش طايقهم، خلصت من عندي خالص.
والا اقسم بالله هتصرف تصرف تاني. بقولها لكم في وشكم اهو، تصرف تاني يا حاج. اهدى بقى حاج، انا هوريكوا هتلاقوا. يلا بس يلا، قلب ابوك ومش راضي عنكم. نقعد كده بالهداوه وناخد وندي في الكلام مع بعضنا. طب انا هقول لك على حاجه كويسه قوي، بما ان ابوك فوضك انك تتكلم معانا، تحب تتكلم معانا كلنا كده ولا تتكلم معانا واحد واحد علشان يبقى عندك فرصه تريح وتاخد نفسك؟ الله ينور عليك. لا، هتكلم مع واحد واحد عشان اخد فرصه اريح واخد نفسي. هبدا بوحيد. يلا يا وحيد. نعم، كنت عايز تقول ايه يا يوسف؟ يا عم وحيد، انا مش ضد اللي حصل ده. طب ايه رايك بقى ان انا اللي قعدت ازن على الحاج ان هو يروح يعمل شويه الدم دول بتاع التحاليل والكلام ده؟ اصل انا كنت عايز اعرف راس من رجليا برضه. الله، اصل انا بصراحه كنت شاكك شاكك بصراحه بقى، وعلى بلاطه بقولها لك، كنت مصدقه، كنت شاكك ان انت اخويا بجد. واديك اتاكدت يا يوسف، بقيت اخوك رسمي، برضه لسه بتبص لي من فوق لتحت. اوعى يوسف تكون بتعاملني على اني وحيد بتاع زمان. عارف ليه؟ عشان انا خفيت. خفيت وعملت اللي كان لازم يتعمل من زمان. ماشي يا عمنا، طلباتك يا عم وحيد. من الآخر يا يوسف؟ من الآخر يا سيدي. أنا عايز تعويض. نعم، إيه؟ تعويض إيه؟ يعني إيه؟ يعني تعويض عن كل أيام الذل والحرمان اللي أنا شفتها في البيت ده. تعويض عن المرمطة اللي كنت أنت وأبوك بتوريها لي. فاكر يا يوسف؟ فاكر لما دخلت عليا المكتب ولقيتني قاعد على الكرسي اللي هناك ده؟ فاكر عملت فيا إيه؟ انا ما بفتكرش اي حاجه تزعلنا يا وحيد. انا راجل قلب ابيض، واحب ان انت كمان يبقى قلبك ابيض. الله، ما سيبك بقى من اللي فات يا عم بقى، وخلينا بقى نفكر في اللي جاي. قول لي بقى المفيد، عايز تعويض كام يا عم وحيد؟ فلوس ايه يا يوسف؟ انا حكايه الفلوس دي اخر حاجه ممكن افكر فيها، وبعدين موضوع الفلوس ده له صرفه تانية خالص. أنا عايز تعويض نفسي. إيه إيه إيه؟ إيه تعويض نفسك إزاي يعني؟ يعني عايز أوضة عشان أتجوز فيها. وفوق. تاني حاجة، أنا لازم يبقى ليا دور في الوكالة. لا 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 لا. ده أنت مرتب أمورك بقى ومظبط نفسك على الآخر يا عم وحيد. مش بقول لك خفيت يا يوسف؟ سبحان مغير الاحوال. ماشي. طب اسمع يا عمنا، موضوع الاوضه دي، الاوضه اللي فوق انا ممكن افتح الحاج فيها وهدوس لك عليه، انما موضوع الوكاله ده انا بقى اللي مش موافق عليه. مبقاش من حقك توافق ولا ترفض يا يوسف، لان خلاص احنا بقينا زي بعض. لا 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 لا، ايه ايه ايه؟ انت اتخبطت في عقلك ولا ايه؟ انت عمرك ما هتبقى زي الله. اياك تخسرني انا بالذات يا وحيد. شفت يا يوسف، عمرك ما هتتغير. طول عمرك شايف نفسك فوق الكل، حتى اخواتك اللي انت معترف بيهم شايف نفسك فوقيهم. يا عم انت بلاش الكلام المستف اللي بتحطه لي جنب، انا مش فاهم. انا ما يا عم تخلص وتنجز وتقول لي عايز ايه. خلاص يا يوسف، خلاص. طالما انت مش فاهم كلامي سيبني بقى مني للحج وما تتدخلش انت. يا عم وحيد، انا مش متضايق ان انت تروح الوكاله، بس احنا شغلنا صعب وانت ما بتفهمش ولا في الحسابات ولا في المخازن ولا بتعرف تسوق. هتروح تشتغل ايه؟ كل ده مش مهم يا يوسف، لان انا مش رايح اشتغل، انا صاحب شغل. ايوه، يعني عايز تروح تشتغل هناك برضه؟ لا،
انا عايز ادير الوكاله. عايز تدير؟ ماشي. نقول للحاج على حكايه انك عايز تدير دي ونشوف هيبقى يقوله. تمام يا يوسف. خدي بالك الفرح كويس. متقلقيش يا مدام، امان. مالك يا سيدة دقاق؟ مهزوز كده ليه؟ حتة عيل شغال خدام عندك يمرمطك بالشكل ده؟ معقول يخلي سيرتك على كل لسان؟ أقول إيه؟ بس أنت برضه السبب. أنت مخليها عندك من زمان ليه؟ أنت كل ما بتشوفه بتتعجن. بس مين عارف؟ يمكن يكون ابنك بجد يا سيد. لا لا لا، ابني ازاي بس؟ انا ايش عرفني؟ ده انا ما افتكرش وش الولية امه لما جت تقولي عليه. دي كانت ليلة وعدت. بس برضو انا كتبت لها ورقة وهي ما صدقت ومسكت فيها. ايوه بس انت كتبتها وانت سكران، ولما فقت كمان نسيت انك كتبتها. ايوه بس التحليل قال انه ابني بقى رسمي قدام الكل انه ابن سيد دقاق، والتاني اللي نشر له حكايته خلى صورتي مهزوزه قدام الناس، كسروني قدام كل اللي بيكرهوني، واولهم جاد الزفت. لا لا بس انا مش هسكت، انا هرد عليهم، مش هيكون ابني ابدا. لا انا مش هبات في الاوضه تاني مع حسونه، انا الرطوبه هرتني. معلش يا وحيد يا ابني، عشان خاطر استحمل الليله دي كلها سواد الليل. ولا سواد ولا بياض، انا الاوضه دي خلاص طلقتها بالتلاته. خلاص يا وحيد مفيش مشكله، تعال اقعد معايا في اوضتي. مشكله ايه ومش مشكله ايه؟ الله، انتوا عاملين مشكله وهو مفيش مشكله يا اخوانا، ما القيود كتير. اصبر انت بس شويه وحيد لغايه ما انا لاين دماغ الحاج. لا لا لا، وحيد هيبات عندي في الاوضه بتاعتي، الاوضه القديمه، الاوضه عندي واسعه ووحيد هيبقى فيها على راحته. ايه رايك يا وحيد؟ رايه ايه وعلى راحته ايه ويبات ايه؟ انت هتبات انت كمان؟ ايه عندك مانع يا يوسف بيه؟ لا لا يا كمال ما عندوش مانع، هو بيتكلم عادي اهو. الموضوع ده لازم يتحل بسرعه لان انا خلاص هتجوز. يا عم شوف الشقه اللي انت نفسك فيها وشاور عليها وليك عليا ان انا هجيبها لك ومن ورا الحاج كمان. وانا ادور على شقه ليه يا يوسف؟ انا هتجوز هنا وفوق في احلى اوضه فيك يا فيلا. ايوه يا ست دلال، الدنيا امان. انا عارف اني بتعامل مع ارجل ست في الدنيا، مدام الورق معاكي جاهز انا كمان فلوسي جاهزه وتناديكي. نص ساعه وهكون عندك. ها سلام باشا. انا عاوز موافقه معاليك علشان اتصرف في ارض الصحراوي. هتتصرف فيها ازاي؟ يعني هبيعها كمباوند ومزارع وفيلا. دي ارض استصلاح يا جدع. ايوه يا باشا انا عارف، بس انا هعمل زي ما حبيبنا عملوا، هبيعها ارض مباني، والا لو ما عملتش كده مش هتجيب همها. مش لما ابقى راضي عنك كفايه يا جد؟ لا يا باشا لا سمح الله، حصل حاجه ولا ايه؟
الجورنان بتاعكو بيكتب كلام جارح في حقي وحق الحكومة. ايوه باشا، ما انا زعقت لإيهاب، لومته جامد جدا على اللي حصل منه، بس اوعدك يا باشا بعد كده مش هتلاقي اي كلام عليك الا بالخير. وبعدين انا حكاية الصحافة دي الليلة دي دخلت فيها كده وانا مش فاهم فيها حاجة، بس عشان اقدم إيهاب ابن سيد الدقاق واخليه رئيس تحرير. انا اعرف انه صحفي شاطر. هو ده طبع سيد الدقاق يا باشا، دايما بيبعد عنه ولاده الكويسين ويقرب منه ولاده اللي ما يستاهلوش. انا عارف يا باشا ان الكلام ده هيزعل سيادتك، علشان عارف ان يوسف الدقاق ده نسيبك، بس دي شهادة حق ولازم اقولها لك. انت تعرف حاجه عن يوسف؟ اللي بيشتغل في السوق يا باشا لازم يكون قاري التجار اللي بينافسوه. معلوماتك ايه عنه؟ بيشتغل من ورا ابوه في بضاعة متهربة. مهربة؟ ايوه، اجهزة تصنت، ادوية منشطة، القلم الكذاب اللي بيقولوا عليه ده اللي بيمضي على الشيك وبعد ما تروح ما تلاقيش جمدة اللي مضى لك. عندك دليل على الكلام ده؟ الحاجات دي من الشغل يا باشا ما بتتثبتش في ورق رسمي، بس سيادتك برضه بعلاقاتك القوية تقدر تتصل بالجمارك والمينا وتعرف نوع البضاعة اللي بيدخلها يوسف والمخازن اللي بيعين فيها البضاعة والتجار اللي بيتعاملوا معاها. طيب نرجع بقى لموضوع الأرض، عشان أنا عندي مواعيد مهمة أوي. طبعا أنت عارف إن الأرض دي هتكلفك كتير أوي يا جاد. يا باشا مهما تكلفني أنا تحت أمر سيادتك وتحت أمر الرجالة اللي هيساعدوك في الموضوع ده. بعد إذنك بقى، علشان أنا شايف سيادتك مش فاضي. جاد، اسمي ما يتلوث تاني في الجورنان بتاعكو. أوعدك يا باشا اسم سيادتك مش هتقراه أبدا في الجريدة إلا بالخير، وهتشكرني عليه. بعد إذنك يا باشا. ألو، أيوة يا باشا، أنا عايز ملف يوسف الدقاق، ولو في أي تحريات مش كاملة كملها من فضلك. إيه؟ تدفع اللي عليك كله يا حاج خليفة؟ كنت عارفني يوسف، أنا ما بحبش أخلي علي ورق في السوق. الله، من إمتى؟ عموماً أنت كده كده سمعتك مية مية. أنا دلوقتي هديك الورق. مش لاقيهم ولا ايه يا عم يوسف؟ يا عم هلاقيه يا عم، ما تصبر علينا. والله الدنيا طارت، ما انا بدور لك اهو. يا فرح فرح، تؤمر بحاجة يا استاذ يوسف؟ مين اللي دخل المكتب هنا وخد منه ورق؟ هو في حد غير حضرتك معاه مفتاح المكتب؟ يلا من هنا، يلا من هنا. بسيطة، الله، هكتب لك انا وصل السلام امانه، واول ما يجي الورق هبعتهولك. يا ريت كان ينفع. اسف يا استاذ يوسف، انا راجل طول عمري دغري زي السيف، تسلمني ورقي وشيكاتي وكمبيالاتي اسلمك الفلوس. الله، انت بتخوني يا خليفه، وانا لو كنت فاهم ان انت هتقول لي كلمتك كفايه يا جو. اسف يا جو، ما ينفعش يا حبيبي، ولا انا غلطان؟ عداك العيب يا خليفة، عداك العيب. ماشي يا اخويا، اول ما اجيب لك الورق وابعتهولك ابقى تعالى. بالسلامة. طيب، وانا بقى هستأذن، لما تلاقي ان شاء الله الورق والكمبيالات اديني الو، تعالالي خليفة هتلاقيني قدامك. ها؟ السلام عليكم. ايوه يا يوسف، فين الفلوس اللي انا طلبتها منك؟ بقول لك ايه، ما تلجلجيش، انا لا مش عايز كلام. بكره الصبح، من الصبح الفلوس تكون عندي من نجمه، فاهم ولا لا؟ فاهم يا حاج فاهم. حاضر. ايوه في سيوله مصر. حاضر يا حاج، حاضر حاضر. سلام. شكلك
كتر دواجو، عندك الخدام اللي عايز يبسيط واللي ضربك على قفاك وخد شيكات خليفة وفوقيهم فلوس الست الكار. سهلة سهلة. أيوة بقولك إيه، عايزين نتقابل بكرة، عايزين نشوف المصايب اللي بترف على دماغي دي. ماشي يلا سلام. يا سي افندم، ما انا بقى عايز حد يفهمني، ما انا يا حمار يا مجنون. المكتب ومقفول بالمفتاح، ومفتاحه معايا ومحدش معاه مفتاح غيري، والورق بتاع خليفه انا محضره قبلها بيومين. ايه بقى يا باشا؟ يمكن. ما هو يمكن دي بقى، انا ما احبش يمكن دي، انا احب الكلام يبقى محدود، يبقى بالملي. أنا عايز أفهم الكمبيوترات والشيكات بتاعت خليفة راحت فين؟ أستاذ يوسف أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده، وبعدين ما بدخلش المكتب هنا غير لما حضرتك بتطلبني، وعم صالح بيجي الصبح هنا قبل. ما بدخلش غير لما تطلبني، أنا دلوقتي ماليش فيه، أنا عايز أعرف الورق ده راح فين. شوف يا باشا أنا مستعد أقسم لك بالله العظيم. أقسم بقى وما هو ما هو إيه يا زكي؟ نقسم إيه؟ ماشي ماشي، انا برضو ليا طريقتي وهعرف راحت فين الحاجه. صباح الخير يا وحيد. صباح الخير يا جنه. نمت كويس؟ والله مش قوي، انا قلقان قوي يا جنه. من ايه يا اخوي؟ انت بسم الله ما شاء الله طلعت راجل من ده الراجل وعملت كل نفسك فيه. لسه المشوار طويل يا جنه، الراجل ده مش سهل، ومش هعديها بالسهل كده ان انا عملت كل اللي انا نفسي فيه واللي انا عايزه. يا واحد مش عايزين مشاكل بقى. مشاكل ايه؟ انت اللي بتقولي كده يا جنة. طب ده انا عملت كل ده عشانك. عشان انا؟ ايوه عشانك. انت نسيتي يا بنت ولا ايه؟ مش انا طلبتك للجواز قبل كده؟ ايوه ما انا عارفه، وانا والله العظيم وافقت. انا عارف انك وافقتي، وعارف انك بتموتي فيا كمان. الصراحة يعني انا قلت عليك قبل كده انك بق، بس اللي عملته يعني اثبت لي انك راجل يعني. بصي بقى يا بت، انا من النهاردة مش عايزك تخدمي اي حد في البيت ده غير الحاجة فردوس وصمر وبس. يعني ايه؟ يعني عايزك تستعدي، انت هتبقي مراتي، يعني هيبقى زيك زي اي حد في البيت. بجد يا سواحيد؟ يا بنت انا حبيتك من اول مره شفتك فيها، لما طلعتيلي من ورا السور اللي هناك ده وقلتيلي بست بست. يلا مش عايزين نضيع وقت، اعملي لنا كوبايتين شاي حلوين كده وهاتهم لي على اوضه حسونه، وانا هدخل اشقر على الحاجه فردوس وهاجي لك على طول. من عينيا يا حبيبي. لا 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 مش هينفع كده، انا عايزك تقوليها لي احن من كده وارق من كده، لان انا الفتره اللي جايه دي محتاج كونتينر حنان. كونتينر من عينيا وقلبي يا وحوحتي. اهلا اهلا، ايه المفاجاه الحلوه دي يا حاج جاد؟ انت اول مره تنورنا من يوم حفل الافتتاح. انا جيت لك النهارده عشان اقول لك موضوع ما ينفعش يتقال الا هنا. خير يا حاج، امسك. ايه دول؟ اقراهم. جوابات تخصيص من وزارة الزراعة ووزارة التخطيط بأراضي في شرق التفريعة. 2000 فدان لكل واحد من محاسيب حكومة رجال الأعمال، ومن ضمنهم اسم أبوك. بس الكلام ده خطير يا حاج، ده مكتوب إن سعر المتر جنيه في منطقة سعر المتر فيها على الأقل 100 ضعف. وتم التخصيص بالأمر المباشر. أنت جبت الورق ده منين يا حاج؟ مش مهم منين،
المهم يا إيهاب، أنا عاوزك تنشر الورق ده وبأقصى سرعة عشان تعرف الناس مين اللي بيبيع البلد، وتعرفهم كمان مين المافيا بتوع الأراضي الزراعية اللي بتزعمها الوزراء، وخصوصا الأخ اللي اسمه موافي. الله الله، بس معلوماتي يا حاج جاد إن موافي ده صديق شخصي ليك. كان صديقي، كان صديقي لغاية ما استغل نفوذه عليا وسيطر عليا وأجبرني إن أنا أطلع لقاء مراتي غصب عني. اليوم ده مش هنساه أبدا يا إيهاب. أنا كده فهمت يا حاج جاد، بس أنت في حاجة تانية شغلك؟ فيه، بس مش هقول لك عليها دلوقتي. اشمعنى يا حاج جاد؟ أنفذها الأول وساعتها أقول لك إيه اللي كان في دماغي. ألو، إيه ده يا ابني؟ إيه العربية اللي واقفة هنا دي؟ أنا مش عارف يا حاج، إيه ده وشريك؟ طب بلغ البوليس يا يوسف، اعمل اي حاجة. بقولك ايه، بقولك ايه، الاستعجال في الحاجات دي وحش. سامعيني كلكم؟ وحش وحش. قصدك ايه يا يوسف؟ نفضل قاعدين يعني حاطين ايدينا على خدنا؟ اصل هو لو خطف اكيد اللي خطفوه دول هيكلمونا يقولوا لنا طلباتهم. بس نبلغ البوليس وهو يتصرف. انا شايف ان احنا نستنى لغايه الصبح، يمكن ما يطلعش خطف ولا حاجه. ازاي يعني وانا سايبه السواق غرقان في دمه؟ اكيد الناس دي ما بتهزرش. ايه ده؟ ترقم الحاج سيد. ايه رب يا رب، افتح الميكروفون، افتح الميكروفون يا رب. كده واقف سليم؟ ايوه انا ايهاب ابني. احب ابلغكم ان والدك عندنا في الحفظ والصوت. طب ممكن تسمعنا صوته الاول؟ هتسمع صوته بعدين. لو عاوزينه يرجع لكم تدفعوا لنا 5 مليون قرن. لو اتصلتوا بالبوليس هندفع ابوك. هندفع لهم اي حاجه، المهم بابا يرجع. ها رايكم ايه؟ نبلغ البوليس ولا نبتدي ندبر في المبلغ بتاعهم؟ السؤال الغريب دلوقتي، هم ليه اتصلوا على الموبايل بتاعنا بالذات؟ ليه مش موبايل يوسف او اي حد تاني؟ جايز عرفوا يجيبوا نمرتك عشان انت صحفي، سهله بالنسبه لهم. يا جماعه يا جماعه، مش عايزين نضيع وقت، احنا نبلغ البوليس لا يقتلوا الحاجه ولا يعملوا فيه اي حاجه. ارحموني بقى، ارحموني بقى، ده انتوا حتى مش عارفين تتفقوا على راي واحد وسايبين الراجل بين الحياه والموت. ما هو لازم نفكر كويس، مش لازم نضحي بيه، ده ابونا برضه. ياه من قلبك يا كيمو الكلام ده، حنين. جريه يا يوسف، هتحاسبني على نيتي ولا ايه؟ ما سمعتناش رايك يعني يا عم ايهاب يا صاحب القلم الجريء. انا ما بفهمش في شغل العصابات دي يا يوسف، بس عموما انا مع راي الجماعه. يا يوسف، ما سالتنيش عن رايي يعني ولا مش شايفني؟ مع ان انا طلعت بطاقه ومكتوب فيها وحيد سيد الدقاق، ولا الكلام ده ما بياكلش معاك؟ بقولك يا وحيد، انا مش فاهم الحواديت بتاعتك دي، انا فوق دماغي بلوة زرقاء مسيحه. بلوة ايه؟ ما تفهمني. افهمك ايه؟ افهمك ايه؟ في حد فيكو فكر الفلوس دي هتتدبر منين؟ يا عم هو حد عارف لكم حاجه؟ عارف فلوسكو دي منين ولا ماشي شغلكو ازاي عشان تقطمنا؟ لا ما احنا كمان يا جماعه ان الاوان ان احنا نساعد اخونا شويه. يا جماعه يا جماعه، الشغل اسرار ويوسف ما بيحبش كده يعني. هو في، انتوا دخلتونا في موضوع تاني ليه؟ انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هندفع اللي مطلوب مننا طبعا، امال هنعمل ايه يعني؟ هندبر المبلغ باي طريقه، نبيع البيت، نبيع الوكاله، نعمل اي حاجه، المهم بابا يرجع لنا بالسلامه ولا ايه؟ هيرجع يا صبري، هيرجع يا حبيبتي، ما تقلقيش. سلام يا سلام. عارفين يا جماعه، احلى حاجه في يوسف قلبه الكبير. البن المظبوط ليوسف بيه. سنة صالح. عمر يا باشا. بقول لك ايه؟ انت بتيجي المكتب الساعة كام الصبح؟ باجي كل يوم الساعة 8، بسيق أوضة العينات والسكرتارية وأكنس المكتب. يعني أنت أول واحد بيجي؟ تمام كده يا باشا. طب قول لي كده، اليومين اللي فاتوا دول زكي كان بيجي الساعة كام؟ تسعة، تسعة ونص، في ميعاده بتاع كل يوم.
طب امبارح واول امبارح ما لاحظتش ان في حد جه بدري عن ميعاده شويه؟ مفيش غير الست دلال وفرح جم اول امبارح بعد ما فتحت على طول. دلال كانت بتعمل ايه بقى؟ معرفش يا باشا، عشان قالت لي انضف بره لحد ما تخرج. مشيت على طول؟ غابت بتاع 10 دقايق كده وخرجت. بتسأل ليه يا باشا؟ اتكل على الله يا صالح، اتكل على الله. عملتها بنت الحرمانية. يعني انت فكرت كويس في اللي بتقوله ده يا وحيد؟ بقولك ما نمتش طول الليل، عمال اقلبها في دماغي يمين في شمال، لقيت ان انسب حل ان اروح الوكالة. بس احنا مش عايزين الخطوة دي ترجعنا لورا، يوسف مش سهل. الخطوة دي مهمة جدا، انت مش سامع عمال ينبط بالكلام ويقولك الحمل كله على كتافي؟ خلاص اروح واشيل معاه الحمل، وبالمرة بقى اعرف حقوقي، وانا مش ليا حقوق. بس الوكالة دي مش وكر كده بالسهل اي حد يدخل. قصدك ايه يا دلال؟ قصدي لو وحيد عايز يروح الوكالة ويكمل لازم يعرف يكسب الناس اللي هناك ازاي. هو ده الصح. ده انت واقفة تتصنطي علينا بقى. انا بتصنط؟ الحكاية صدفة كلها، وانا نازلة السلم سمعت كلام، وعموما لو مضايقك كلامي انا همشي. لا 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 لا، مضايقه ايه؟ مضايقه ايه يا دلال؟ ودي تيجي يا وحيد؟ دلال قعدت في الوكالة فترة طويلة جدا، عارفة كل اسرارها. يعني انت لو عايز تروح بجد هي اللي ممكن تقول لك تعمل ايه وتخش ازاي. هات اللي عندك يا ست دلال، جايز الشفا يطلع على ايديك. للاسف انا النهارده تعبانه قوي ومش هقدر اروح الوكالة، بس خدمتي ليكوا بقى انتوا الاثنين اقول لكم يوسف بيعمل ايه في الوكالة من ورا ابوكوا. افهم من كده بقى ان اتفقتوا كلكوا برابطه المعلم انكم ما تبلغوش البوليس؟ قلنا نصبر شويه، اصل انا الحقيقه مش هاضم حكايه الخطف دي، حاسس كده ان في ملعوب. ملعوب؟ انت بتشك في حد معين يا كمال؟ انا بفكر مين اللي له مصلحه في خطفه. لا ما تفكرش كتير، سيد الدقاق 100,000 واحد بيكرهه، عاوز يخطفه او يقتله. اللي بيكرهه هيفكر له ببلوى تانية غير الخطف. انا اللي شاغل بالي حاجة تانية. ايه هي؟ اللي خطفوه لما اتصلوا قالوا ان هم عايزين الفدية بعد اسبوع. اشمعنى يعني اسبوع؟ عاوز تقول ايه بالكلام ده؟ عايز اقول ان في حد له مصلحة في غياب سيد اسبوع بالتحديد، والحد ده احنا نعرفه كويس. ده بتلمح عليا يا كمال. حاج انا بفكر معاك بصوت عالي مش اكتر. لا يا كمال، ده مش اسلوبي ولا دي طريقتي. انا لا بعرف اخطف ولا اقتل، ومش من مصلحتي ابدا ان انا اخطف سيد الدقاق. حاج ايه بالكلام ده؟ ده احنا في مركب واحد. انا بس اللي مش مطمن، حاسس كده ان في حاجه غريبه. يبقى لازم حد فيكم يكون موجود في الوكاله. علشان كده انا موافق على اللي عامله وحيد، انه ينزل يقف في الوكاله. الله 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 الله، وحيد هينزل يروح يقف في الوكاله؟ الله الله، ده الواد ده بقى فرد قوي، ده طلع ولد بجد اهو، يعوض شويه من الظلم اللي شافه. اسمع يا كمال، لو ناقصتكم اي سيوله انا تحت امركم. عارف يا حاج، استنى بس لما نشوف ايه اللي هيحصل. دلال تعالي. خير يا يوسف؟ خش خش. بقولك يا دلال، انا مزنوق قوي، انا محتاج فلوس عشان افدي بيها الحاج. ما انت عارف البير وغطاه، ده انا من ساعه ما نزلت الوكاله ما عملتش مصلحه بنكله. نكله ايه وبليم ايه؟ بقولك محتاج افدي ابويا، هو انت مش فارقه معاكي كده؟ يعني مش فاهمه نعمل ايه؟ ابيع حتتين الصيغه اللي حيلتي، ولا بيع الشقه اليتيمه اللي طلعت بيها بجوازتي من ابوك؟ الله، انا مال انا تبيعي ولا تشتري ولا يتيمه ولا عندها اهل؟ الله، انا ماليش دعوه، انا عايز فلوسي. ماشي يا يوسف، بس قبل ما اديك فلوسك نتحاسب الاول. ماشي نتحاسب. انت مضيني شيكات ب 2 مليون جنيه، وانا ما خدتش غير 1,800,000، ولو بعت اللي ورايا واللي قدامي مش هعرف اجيب المبلغ ده.
ماشي، هاتي 1.5 مليون وخدي كل الشيكات اللي انت مضيعها عندي وعوضي على الله. ايه، ما انا كده عملت اللي عليا وزياده. الله، ماشي يا يوسف، انا هتصرف لك في 1.5 مليون. على ما تجيش اللي بالعين الحمراء. لا، الاستاذ يوسف مش هنا، والحاج سايب برضه لسه ما رجعش. هبلغه يا فندم انك سالت عليه. صباح الخير يا فرح. استنى هنا يا استاذ، انت اؤمر. حد سال عليا؟ افندم مين حضرتك؟ انا وحيد سيد الدقاق، اخو يوسف سيد الدقاق وابن الحاج سيد الدقاق. غريبة، بس معرفش ان الحاج سيد له ابن اسمه وحيد. ما انا كنت مسافر ورجعت خلاص. الو مدام دلال، الاستاذ وحيد جه ودخل مكتب الحاج سيد، اعمل ايه؟ اخبار الشغل ايه؟ انا اسفه جدا يا استاذ وحيد ان انا ما عرفتش حضرتك. بقولك اخبار الشغل ايه؟ الاستاذ يوسف بصراحه قايم بيه كله، ولما بيكون بعيد بيتابعنا بالموبايل، والست دلال برضو بتتابعنا. بيتعب قوي يوسف اخويا ده، بس انا كمان لازم اساعده، ما ينفعش اسيبه لوحده. اجمعي لي كل الموظفين اللي عندك عشان عايز اعمل لهم اجتماع. امرك يا استاذ وحيد. انا وحيد، ايه الاخبار؟ عامله لنا ايه على الغدا النهارده؟ لا لا، سيبك بقى من الكلام ده كله، انا عايز اكل حمام بالفريك. وقولي للبنت جنى تظبط شوربه العدس عشان المره اللي فاتت عملتها لي من غير شعريه. طب سلام دلوقتي. سلام، انا هبقى اكلمك تاني. سلام. والاستاذ يوسف عارف انك هنا؟ انا سمحت لك تتكلم؟ الصراحه لا. يبقى تخرس خالص وتحط لسانك جوه بقك بدل ما تتهزع على الصبح. ايوه بس. ولا بس ولا ما بسش، لما اوجه لك كلام ابقى رد. هو حضرتك هتشتغل في المكتب ده ولا مؤاخذه؟ ما انا هشتغل في البوفيه اروح طنط. لا يا وحيد باشا، لا سمح الله. طب يلا نجرب، يلا نجرب من قدامي وروح اعمل لي زفت. ويطلع ايه الزفت ده؟ زفت يا بني ادم، زفت بس يكون على الريحه. حمامه يا باشا. وانت مين يا؟ انا يحيى امين مخزن معاليك. يحيى امين؟ قصدي يحيى، بشتغل امين مخزن. امين مخزن؟ طب كويس. روح بقى هات لي كل الدفاتر اللي عندك في المخزن وتعالى لي بسرعه. تحت امرك يا وحيد باشا. اصل انا لازم اعرف ايه اللي دخل وخرج من المخازن من ساعه ما الحاجه حصلت له الظروف الاخرانيه. اصل الحراميه كتروا قوي اليومين دول. وحيد، وحيد يا ابني ربنا يبارك لك، الدلال اللي راحت الوكاله ليوسف وانا يا ابني مش مطمنه عليها خالص. وحيد روح يا ابني شوف ايه اللي بيحصل. وهي ايه اللي يخليها تروح ليوسف الوكاله بالليل؟ ما كانت قابلته هنا. هو اللي اتصل بيها وقال لها انه عايزها ضروري، وهي البت ما قالتليش الصراحه كده، حسيت ان البت مداريه حاجه، مخبيه حاجه. قلبي قلقان، عايزه اطمن. روح لها يا ابن الله يكرمك. حاضر حاضر حاضر، هروح لها. انا نفسي ما بقتش مطمن ليوسف خالص. خلي بالك من نفسك يا وحيد.
يا بنت يا جنة، هتفضلي واقفة ساكتة كده؟ مفيش خلي بالك من نفسك يا وحيد؟ هقول ايه يا وحيد؟ وانا فرحانة بيك كده وكله بيتحايل عليك وبملي عينيا بيك. بملي عينيا بيك؟ الجملة دي سمعتها في انهي اغنية يا بت؟ ايه يا وحيد، ده انا اللي مألفاها يا وحيد. الله ايه يا وحيد، ده وقته برضه، والست قلبها وكيلة على بنتها. يا اخ قوم اتحرك. حاضر حاضر. طب نعمل ايه؟ ابوس ايدك. اتحرك يا ابني وهي جنة دلوقتي. تعالى يا بنتي يلا. اسألي عليا يا بت. ايه؟ اقعدي يا دلال. اشمعنى يعني طلبت ان احنا نتقابل في الوكالة؟ وفين الناس اللي شغالين هنا؟ مشيوا. جبت الفلوس؟ اشوف الشيكات الاول. معقول يا دلال؟ معقول؟ مخونان يا دلال. سلمني واسلمك يا يوسف. مش بتقول معاك الشيكات؟ وبعدين يا يوسف كفايه ان انا تعبانه، وابوك محدش عارف هو فين لحد دلوقتي. يا على الحنيه. يا مش غريب عليك الحنيه دي كلها؟ قلب خسايه. مش هي دي ابنتك؟ اه امضتي دي الفلوس؟ ايوه. حلو قوي، احنا هناخد دول نحطهم على المكتب بس. كده لغاية ما نعد الفلوس. ده انت اللي مخونني بقى. بعت الشقة؟ اه بعت الشقة. امال هكون جبت الفلوس منين يعني؟ بس غريبة قوي، المشترك انا قاعد ورا الباب ولا ايه؟ ده انت حتى ما لحقتيش تمضي عقد الشقة. يعني ايه يا يوسف؟ يعني ايه؟ يعني انت جبت الفلوس دي من 3 مليون اللي سرقتيهم انت وخليفة؟ خليفة؟ انا ما بعرفش حد بالاسم ده. يا شوفي يا اخي الدنيا. طيب بالاذن يا حلو، هات الشيكات يا يوسف. شيكات ايه اللي جابها لك؟ ده انت تحمدي ربنا ان انا ما بلغتش عليك البوليس. هات الشيكات يا يوسف، مش هسيبك تطلع. شيكات ايه؟ مين ده اللي هيسيبك؟ اوعي 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 اوعي.